مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا الأوفياء، مشاهدي المغرب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. معنا على المباشر هذه المرة من مدينة الدار البيضاء قصة مؤلمة جدا، قصة نقدر نقولوا قصة يعني حزينة بزاف. الآن كما كتلاحظوا معنا هاد الشاب اللي لاحظوا معنا المكان اللي كيقطن فيه هاد السيد هذا، تعالوا الدو هانتوما المكان اللي كيقطن فيه هاد السيد هذا. هانتوما قبل ما ندخلوا معكم القصه والحكايه ديال القصه، لاحظوا معنا هاد السيد هذا فين كيسكن. لاحظوا معنا هاد السيد فين كيسكن هو والزوجه ديالو. لاحظوا معنا، هانتوما لاحظوا معنا هذا سقف ديال المطبخ. لاحظوا معنا السيد اين يقطن. السلام عليكم. السلام عليكم. انتم لاحظوا معنا مشاهدينا الاوفياء هذا السيد هذا، قبل ما ندخلوا معكم القصه ديالو هو الزوجه ديالو، نشوفوا بعدا فين كيسكن. تابعوا معنا. السلام عليكم. السيد اللي امامنا الان الاسم ياك خالد. خالد. السيد اللي قدامنا الان اللي هو خالد، فكان نزيل في دور الرعايه الاجتماعيه، قضى مده من العمر ديالو، انتقل لاحدى دور الرعايه الاجتماعيه المعروفه بالمغرب. فهذيك اللحظه تلاقى مع السيده اللي حدانا، الاسم ديالك انت امينه. امينه. خالد تلاقى مع امينه في هذوك الدور ديال الرعايه الاجتماعيه. خالد مهم حس بالحنان والعطف مع الاخت امينه، فحاولوا انهم يبنيوا حياه زوجيه سعيده. بالفعل كما تستمعوا معنا على لسان ديال خالد، مشاو باش يبنوا هاد الحياه الزوجيه السعيده، الا انهم كيصطدموا بواحد الواقع اللي هو واقع مؤلم ومزري اللي غتسمعوا معنا ليه على لسان الزوجين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. وعليكم السلام. خويا خالد، عيطتي علينا باش تشارك معنا قصه ديالك. كذلك حنا بدورنا نشاركوها مع خوتكم المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. بغينا نعرفوا شكون هو خالد. خالد اخويا واحد الانسان اللي عاش من صغره حياه مهمشه في الشارع. نشوف باول الوالدين ديالي انا خرجت عشت شهر. المهم اخويا كما قلت لك انا عايش حياه ديالي غير في الشارع، تلاقيت مع هاد السيده هادي، قلت زعما هاد الشيء اللي بقى ليا في الحياه ندوزو بحالي بحال جميع الناس، انا ندير مراه ندير محل ندير. تقدمت بطلب الاداره ديال المركز الاجتماعي، قلت لهم بين مره انا باغي ناخذ هذه السيده هذه نتزوج بها على سنه الله ورسوله، الا كان ممكن يتعاونوا معايا بشي دو موا ولا تروا موا ديال الواير، ريت ما قلبت على شي حاجه ما ندير باش. هي تا هي كانت معاك في دار الرعايه؟ كانت معايا تا هي. باش المشاهد يفهم. دفعت طلب الاداره، قال لي واحد السيد كيقولوا لي جلال كان هو المدير ديك الساعه، قال لي هذا بهذا الطلب اللي دفعتي ليا غير مجرد هضره، انتوما ما دايرين والو، ما كاين لا اوراق لا والو، راه ما يمكنش لينا نديروا معاك شي حاجه، تتكون شي حاجه ملموسه زعما تكاتبوا ديك الساعه يحموها. قلت ليه واخا. الوقت اللي شديت السيده من يديها هودنا تكاتبنا انا وياها، رجعنا وما يحبسونا في الباب، هما يحبسونا في الباب ديال المركز الاجتماعي. قال لك اسيدي راه المدير كيقول لكم القانون الداخلي ديال المؤسسة كيمنع الناس المجوجين باش يبركوا هنا، ما يمكنش ليكم تدخلوا، إذا غتخرجوا للشارع غتخرجوا في حالكم. وهذا الشيء أنت ما كنتيش عارف هذا القانون؟ ما كنتش عارف. طلب هو ما قالش لي هذا الشيء، هو قال لي سير تكاتب عاد باش يكون خير. المهم خرجوا للشارع، رجعنا بحالنا مشينا للشارع. النهار الأول اللي تكاتبنا فيه بدنا فيه في الشارع، ضربنا مدة ديال 6 شهور. شهر العسل ديالكم في الشارع؟ واش الشارع اخويا شمن شهر عسل هذاك، راه ولا شهر
ضربنا المده ديال 6 شهور ولا ما عرفت 8 شهور اخويا في الشارع. توقفوا معنا الناس ديال سامي سوسيال الله يكثر خيرهم اللي كنبغي نشكرهم من هذا المنبر هذا كلهم كل واحد باسمه. وقفوا معنا كرينا واحد البيت في الحي الحسني عطاونا باش فرشنا عطاونا باش مويعناش باش نقديو. بقينا ساكنين ضربات معايا السيده مده ديال عام ديال الزواج وهي تمرض جات على سيفيزونس غينال فشل الكلوي. صافي الوقت اللي جات هذيك الفشل الكلوي دخشي انا ما عرفتش اش غادي ندير لان كما قلت لك انا عايش حياه ديالي غير في الشارع ما عارفش فين غنمشي. باقي ما عمرك عرفتي الحياه المسؤوليه ما عرفتيش ما عرفتش هذا الشيء شنو هو كيفاش كيكون شي واحد اللي تفاجئ بشي حاجه بحال صرفقتيني واقع واقع عمرك كتنتظر شي واقع عمرني ما عشتو عمرني ما عرفتو. المهم اخويا مني عرفت راه مريضه بكلاوي خارج من السبيطار مصدوم ملي كنتلاقى مع ديك السيده لافيرميير ديال صامي مريم الله يكثر خيرها حتى هي اللي كنبغي نتوجه لها بالشكر الجزيل من هذا المنبر. قالت لي اش كدير هنا في السبيطار؟ قلت لها راه جيت مع مينا على حساب دراج نبارا جيت درت لها التلفازه هنا. الوقت اللي دارت لها الطبيبه التلفازه قالت لينا هاد السيده هادي اش باقا كدير؟ راه الكلاوي ديالها راه ميتين راه نورمالمون دابا كان خصها تجي في بايص. وقفات معايا هذيك السيده مريم حتى هي مشينا عند الطبيبه ديال صامي كشبات لنا ورقه مشات معنا مريم للسبيطار جرات معنا دارت لها التحاليل دينا من واحد الدكتور جبران الله يكثر خيرو حتى هو شاف دوك التحاليل هو يقول لها غدا غتمشيو لموريس كورا غادي نهضر مع واحد البروفيسور تمايا غادي يتكلف بكم. مشينا لموريس كور لقينا السيد داك البروفيسور عنده المعلومه واصله عطينا الورق ديال التحاليل شاف التحاليل هو يقول لنا هاد السيده حتى هو قال لنا هاد السيده علاش باقا جايه على رجليها؟ قال لنا ويدخلها في البلاصه داروا لها عمليه داروا لها الكاتي باش يصوفيوها. قال لنا راه من حسن الحظ ديالها انكم شفتوها في هذا الوقت كون زادت شويه راه غطيح لكم في الشارع تموت. دار لها الكاطي في عنقها بقات كتصفي منه. هذاك السيد الدكتور جبران نيت هو اللي خلاها واحد الشهر ولا عرفت شهرين عنده كدير عنده الدياليس في العياده ديالو غراتويتو. انا خويا ما خدام ديك الساعه ما ردام غير ديخ. جاب الله هذيك السيده مريم صراحه العيال الناس ديال صامي ما كانوا مخليننا محتاجين زعما حتى شي حاجه. مره مره كيروفوا عندنا بديك المونا ديك المفيفه هذه بغينا الدواء بغينا. بقات كدير عند داك السيد جبران دياليس فابور مده ديال 3 شهور حتى شافوا لها واحد الجمعيه فرا في مدينه الرحمه واحد الجمعيه ديال الامل مركز الامل ديال الحاج فوزي ديال الحاج فوزي هو نورمالمون كيديروا 100 درهم للحصه هي على حساب كانوا مدخلين الناس ديال صامي كانت كدير غراتويت مون تما فابور. بقات كدير تما مده ديال شي عامين ياك ولا 3 سنين شي عامين. واحد النهار هما عيطوا عليها اخت قالت لهم اش داكشي؟ قال لها انت شو راه ضربتي عندنا هنا مده فابور شوفي شي بلاصه اخرى ولي تصفي فيها باش تخوي لنا بلاصه لانك كان واحد اخر هاد المده كامله كيخلص ديك الواجبات ديالو شو شحال ديال لاصوم ديال الفلوس اللي كنا غادي نكونوا دخلنا زعما فهمتي. المهم دفعت ليها دوسي هنا تحولت للمدينه انا وياها ودفعت ليها دوسي هنا في الصوفي باش يحولوها للعنق مركز التصفيه هذا اللي في العنق هنايا. وكفات معنا السيده مريم باش سرعوا ليها شويه النوبه ديالها باش دخلات لهنايا العنق ولات كتصفي فيه. واحد النهار ثاني اللي كنتفاجئ بالناس ديال السونتر دياليس كيعيطوا ليا خالد جيب لابيلونس اجي هز مرتك راه شاده لنا بيليبسي اجي ديها مرض الصرع عاوتاني ديها السبيطار ولا الانعاش ولا. مشيت كنجري انا ما عارفش كي غندير منين غنجيب هاد لومبيلونس ودرهم هي الاخر ما كايناش في جيبي كما سبق قلت لك انا ما خدام ديك الساعه ما ردام ما والو. مشيت لقيت السيده ديالي في حاله يرجى لها ما كايناش مغيبه في غيبوبه والطبيبه كتقول لك ولا بدا تجيب لومبيلونس دابا ديها تحيدها لينا من هنا ديها ليرجونس. ما عرفتش اش غندير. اتصلت عاوتاني بهذيك السيده ديال سامي سوسيال الله يكثر خيرها مريم جابت عاوتاني لومبيلونس مسكينه تال تما ديناها الموريسكو ديناها الموريسكو داروا لها السكانير هما يقولوا لنا راه المكانه ديال لافيسيور اللي كتصفي منها ما بقاتش كتصفي مزيان يعني.
داك الدم اللي ما كيتصفاش مزيان تكبد ليها في واحد جوج عروقه عندها في الراس باش شدها داك البيريبسي. قالوا لنا خصكم ديروا لها ليغام، ديناها باش ندخلوها ليغام، يلا حطها في لاباراي ديال ليغام ويشد عاوتاني الخاص، شد داك الخاص ديال البيريبسي. ويقولنا الطبيب ما يمكنش ندوزها في ليغام بحال هكا، ديوها للانعاش. مشينا بقاو شادين 4 ايام في الانعاش، من النهار الرابع خرجوها ليا، خرجوها ليا جتها للدار وما بقاتش كتصفي من حيت داروا لها عمليه اخرى، عاودوا داروا لها الكاطيف في خط ديالها باش صفاو لها، بقاتش كتصفي من داك الكاطي عاوتاني مده ديال شي 5 شهور مارس 6 شهور ياك. عاد باش حيدوه ليها تاني رجعات تقادات لها الفيسيغ اللي كان دارها لها الدكتور العبادي، كانت الصامي اللي توسطوا لينا باش دارها لها الدكتور العبادي. المهم وبقات اخويا بحال هكاك هي اليومين هذا، وتزاد عاوتاني ولات عندها البي تي اش الغده الدرقيه. دابا الغده الدرقيه خصها ليها عمليه. مشينا لقينا قالت لنا مريم توسطات، لقات لنا واحد الطبيبه اللي قلباتها وشافتها، الطبيبه خرجت لنا حتى هي سكانير وتحاليل خصهم اوبليجي يداروا باش تشخص الحاله ديالها النهائيه مزيان باش تعرف اش كاين. واخويا تا دوك التحاليل ودوك السكانير راه ما كاينش باش غنديرهم، ما كاين اللي يديرهم لنا، حنا مريحين. وهي تا هي موجهه امرها لله اخويا يحمد الله، ما انا راه ما في جهدي، جهدي لا جهد الله. هادشي اخويا واخا دابا المعاناة اللي عطي الميكرو الأمينة باش نسمعوا. أمينة أختي معاناة يعني بحال كنتفرجوا في شي فيلم، يعني دار ديال الخيرية يعني كبر فيها خالد، مشى لدور ديال الرعاية اللي معروفة هنا في مدينة الدار البيضاء، كان لقاء تمايا، تزوجتوا، الآن كتعيشوا هاد الظروف هذه. قلتي لي حتى الراميد، لحسن قلتي حتى الراميد مساليه ليا ولا كارت مساليه ليا، ومني مشيت ناخذ شهاده السكنه من الكوميساريه ما بغاش يعطيوها ليا، قال لي جيب لنا الكونترول الرئيسي. وانا جيت شفنا اخويا فين جالس، ما عندي لا كونترول الرئيسي وانا جالس ما حيت دابا هادو دور اين السقوط دابا ما كيعطوش فيهم شهاده السكنه، دابا ما كاينش شهاده السكنه وما كاينش اللي غادي لي التزام. ما حتى حد عييت ما نقلب، وانا زيدون منين عقلت على راسي انا مربيه ما كنعرفش حتى والديا، الناس اللي كانوا مربيني وداك الشيء ماتوا. دابا انا كنعاني، مع كنعاني مريضه بزاف، القلب ولا كيضرني، العمليه خصني نديرها ما لقيتش اللي يديرها ليا، ما بقيتش كنقدر نزيد. دابا ما كدير والو اختي امينه؟ ما كندير والو، اش غادي ندير؟ عام مريحه. لا ما كتحركي، ما تصبني، ما ديري حتى شي حاجه. هو اللي كيصبني انا حيت هي ما نقدرش نعصر بها. هو اللي كيصبر. انا كنشوف حتى ها انتم الا شفتوا معنا، الا شفتوا معنا المشاهدين الكرام، ها انتم لاحظوا ها انتم ها هو البيت كيبين لكم، ها انتم هذا السداري، ها انتم السداري في لون اخر، ها انتم لاحظوا داك السداد الاولين ديال الحلفه. هذا راه عطاهم لينا الصامي، يعني السداد ديال الحلفه الا لاحظتوا معنا اخوان، ها انتم المانط ما كاينينش. خليكم معايا انتوما تما، انتوما الا لاحظتوا معايا مشاهدين اوفياء، انتوما لاحظوا يعني حتى المانط ما كاينينش، انتوما يعني كلشي كيبان على عينيكم، يعني كتشوف لا اله الا الله. الحمد لله، حنا كنحمد الله ونشكره. انا كنعاني في صمت حيت انا كنشوف صحتي، هو ملي كنبغي نهبط ندير الحصال ديالي بعض المرات كيركبني باش كيهبطني، ما كنقدرش نهبط الزنقه، ملي كنتم غاديه في الزنقه كنسخف. علاش على هذا الشيء اللي في عندي؟ حيت طالع عليا بزاف هذا البي تي اش، طالع عليا الطبيبه كتقول لي ديري العمليه قبل ما تزحفي، قبل ما ديري كرسي. هذيك اللي في يدك اللي كنتي كدير فيها المكانه هذيك الفيستير ياك. العمليه هنا. العمليه انت دير يدك انا تشوف راك كنشوفها. هاي عملي دينا لك هنا، هاي حول ولا قوة. وكاطي كنديره هنايا ورحيت وكنكسر وهنايا ونفخ ضي. راه مريم اللي توسطت لي باش درت هاد العمليات، هي مريم الله يجازيها بخير، والصامي هما اللي وقفوا معايا. درت العملية الأولى والثانية والثالثة. أنتوما راه حتى السيد مسكين الزوج راه مريح فوق ميدا، يعني ها انتم راه كنخلي لكم الصوره مباشره، ما فيها لا مونتاج لا والو، يعني
واخا اختي مينا. بالله من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين يوقفوا معايا باش ندير العمليه، حيت انا مريضه بزاف كنعاني وراجلي ما عانوش ليا الجهد، وتا هو مسكين مريض تا هو راه ما كاينش شي سواني على صحته، حيت انا مشات طاح ليا هو، راه ما عندي حتى شي واحد الا الله، هو بعدا كيمشي يمكنش يشريهم ليك. لا حول ولا قوه. الدياليز واعر ومصاريف واعرين. وبالنسبه لي انا خويا بالنسبه لي انا جانا ملي كانت مرضاتي واحتاجت الدم مشيت باش نتبرع لها بالدم، الوقت اللي تبرعت لها بالدم قالوا لي السيمانه الجايه رجع عندنا باش تاخذ الريزلت ديال الدم ديالك. وهذه ملي رجعت عندهم قالوا لي راه عندنا شي شك في الدم ديالك، غنعاودو ناخذو لك شويه ونعاودو ليه التحاليل. عاود عطيتهم الدم عاوتاني واحد الشويه، عاودوا لي التحاليل السيمانه الاخرى ملي رجعت عندهم، ويقول لي الطبيب ما عمرك انت ما خصكش تبقى تبرع بالدم ديالك. قلت ليه علاش؟ قال لي لان عندك ليباتيت وصفر. ليباتيت بي حيت كتكون في الدم في الكبد. قال لي عندك ليباتيت بي. ملي مشيت درت التحاليل وقفوا معايا الناس ديال الصامينيت باش درت التحاليل، ديتهم للطبيبه وهي تقول لي انت عندك المرض يقدر هاد ليباتيت في اي لحظه تحيا تنوض. ومني تنوض ما غاتبقاش البي، غاتنوض ليباتيت السي ديريكت. قالت لي خص الله يسترها، قالت لي خصك كل 6 شهور تبقى تجي دير معنا كونترول. وما ما كنمشي ندير لا كونترول اخويا. يلا مضاربه مع المراه دابا باش غتبقى كل 6 شهور دير التحاليل ديال ليباتيت وديهم للطبيبه باش تشوفوا فين وصلوا، دير معاك كونترول. واخا بشحال كاري هنا خويا خالد؟ خويا هنا كاريين ب 1000 درهم. 1000 درهم يعني ضروري خصك تموت في 1000 درهم. اش غادي دير؟ ولا نمشي ننعس في الزنقه، ولا ندي هذه نسكنها، راه نقدر نلقى في الحي الحسنيه ب 700 800 درهم. ولكن شو التراجي من الحي الحسني للعوق شحال ديال يعني وشحال ديال يعني التماره بالنسبه لها هي يعني باش تخليها هي قريبه للبلاصه اللي كدير فيها الدياليز. وقلتي لي حتى الدياليز واقيلا كيكون عندها 3 حصص، هي اضطرت ان دير جوج ديال الحصص. حيت ما كاينش امكانيات، حيت غير الجمعيه دابا اللي كدير لها كيديروا لها جوج ديال الحصص. هي مخرجه لها 3. مخرجه لها الطبيبه 3 سيون سباغ سومع. ثلاثة حصص في السيمانه. ولات كدير غير جوج مسكينه هي. جوج من النهار بدات اخويا. واخا شنو الطلب ديالك اخويا خالد انت دابا؟ واخويا انا الطلب ديالي ما كرهتش غير يتساعد معايا شي واحد، عارف شي خديمه لا كاينه نخدمها باش نقدر نكون براسي ونكون بهذ السيده. كنت خدمت واحد 6 شهور وسالات الكونترا ديال الخدمه وبركش عاوتاني، راه الله غالب وحق الله الا بعض المرات اخويا العزيز الا ما كنلقاش باش نعطيها باش تركب تمشي للحصه ديالها ديرها. قلتي لي كضطر ان ما كتمشيش. ما كتمشيش، ومني كتدوز كتوصل الخميس عاوتاني الوقت اللي خصها تمشي دير الحصه، الا كنت زعما صوبيت شويه كنعطيها باش تركب. ومني كتمشي كتمشي كلها منفوخه ومشارجيه. في العواد اللي غيديروا ليها في لا ماشين كيلو ولا كيلو ونص ولا كيلو 500 زايدين اللي خصهم يتنقصوا منها كيولوا دايرين لها 3 ولا 4 كيلو. يعني كتاثر على الصحه ديالها. كتاثر عليها مزيان كتهلكها. عرفتي باش لا ماشين كتبقى تسبيرك في الدم ديالك وخصها تنقص منك 4 كيلو ولا 3 كيلو في دوك 4 السوايع ولا 3 السوايع. الذات ديال الانسان كتجبدها لي. واخويا شنو هي الامنيه شنو كتمنى يا اختي مينا انت دابا؟ شنو بغيتي اختي مينا؟ وشوفي في خوتك المغاربه وهضري معاهم شنو بتقولي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن المحسنين يشوفوا في حالتي يوقفوا معايا يعاونوني باش ندير هاد العملية باش نولي نمشي مقادة مبقاش في حالة الحالة اللي أنا فيها، ويشوفوا لا كيفاش يتعاونوا معايا نصوب لاكارت نصوب الراميد، ويشوفوا ليا كيفاش نشري الدواء وشحال من حاجة خاصاني ما كندركهاش، حيت الصامي الله يجازيهم بخير واقفين معايا وكيوقفوا معايا فيما احتاجيتهم، ولكن شي بعض الحوايج ما كيلقاوش ليهم الجهد. يعني فوق الطاقة ديالهم. فوق الطاقة ديالهم تاهما حيت ما كايناش أنايا. وكنوجه من هنايا كنشكر مريم بزاف حيت ديما كتوقف معايا مسكينه، تخلي وليداتها هذاك النهار خلات ولادو معايا 3 لي في الانعاش، وكنشكر بوعزاوي وصحاب الصامي كلهم حيت ديما واقفين معايا عمرهم ما تخلاو عليا، حيت كون ما كانوش هما ما غندير لا دياليز لا عمليه لا والو. واخا اذا كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا اوفياء باش ما نطولوش عليكم، هاد الزوج والزوجه كيعيشوا المعاناه، عاشوا الحياه ديالهم كلها عذاب، هو راه كيقولوا الحمد لله على كل حال، كيقول هذا الشيء قسمه الله، يعني عاشوا العذاب. الانسان ما يدير من الصغر
ولكن الان هو كيشوف الزوجه ديالو كتموت حداه وما لاقيش لها الجد، كيشوفها كتموت حداه كما كنقولوا عرق بعرق، يعني العديد من الامراض. تصور معايا اخويا اللي الانسان كيفاش غتحس ملي تكون حداك انسانه مريضه وعارفه انت مهلوكه وكتجيبك حتى 8 ونص ولا 9 ديال الليل وكدير فيها وتقول لك خالد راه جاني الجوع راه النهار كامل ما كليتش، وانت ما في الاستطاعه ديالك باش تخرج تجيب لي شي حاجه، كيفاش الشعور ديال الانسان غيكون؟ بعض المرات راه حق الله كتولي تبان لي الموت، الموت اهون ليا من الحياه اللي عايش، ولكن كنقول عاوتاني اعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله ربي ما كينسى حتى شي واحد. خالد عطينا الرقم ديالك باش ان شاء الله يتفاعلوا معك خوتك المغاربه. 06 04 45 63 50. عاود اخويا خالد. 06 04 45 63 50. واخا ان شاء الله وحنا كذلك بدورنا، واللي كنطلبوا منكم مشاهدينا الاوفياء انكم على الاقل اللي ما لقاش باش يتعاون مع خالد وامينه على الاقل يتعاون معهم بمشاركه القصه ديالهم، يبارطاجي القصه ديالهم باش توصل اكبر